نبدأ من افتتاحية صحيفة الميثاق الوطني، نتائج حول الانسداد والانهيار السياسي في العراق. فما زالت الأزمة السياسية مستمرة في العراق حتى بعد انسحاب الصدر من البرلمان وهروبه من تشكيل الحكومة بعد رضوخه للتهديدات الإيرانية الصريحة، لإصراره على إقصاء إطار الميليشيات التنسيقي الحليف الأول لإيران، وهذا تراجع صريح عن تعهداته والتزاماته التي أطلقها وأبرمها مع حلفائه في السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني الذين شعروا بغدر سياسي مزعج. ولم يكن موقف الصدر مفاجئا، بل هو متوقع للكثيرين لما عرف عن تناقضاته وإخلافه بالوعود، لكن الثابت أنه سلم إيران وحلفائها ملف تشكيل الحكومة. وهذا يؤكد ما يراه بعض المراقبين بأن ما جرى هو تبادل للأدوار لإنقاذ العملية السياسية المتهالكة. الصدر يسعى لركوب موجة التظاهرات المتوقع اندلاعها بعد وصول العملية السياسية الفاشلة من الانسداد إلى الانهيار الذي أصبحت ملامحه واضحة للجميع بعد الفشل الذريع لأحزاب السلطة ومن خلفهم إيران في إدارة البلاد، بل إنهم أوغلوا بتدمير مؤسسات الدولة حتى أصبحت العملية السياسية بنظر العراقيين وحتى عند بعض أحزاب السلطة السرطان الذي ينخر جسد العراق ولا أمل في علاجه إلا باستئصالها. ولذلك يسعى الصدر لإثبات الوجود، ولا سيما بعد إقرار موازنة ما يسمى الأمن الغذائي الذي كانت أول خطواته دفع 1.5 مليار دولار لإيران كدفعة أولى لترضية إيران وليس لشراء غذاء للشعب العراقي، خصوصاً أن حكومة الكاظم التي يسيطر عليها التيار الصدري تمتلك سيولة مالية ضخمة يمكن من خلالها عرقلة تشكيل الحكومة القادمة أو الذهاب نحو تجديد ولاية ثانية للكاظمي. إلا أن رعاة العملية السياسية يطمحون بسرعة تشكيل حكومة لتمرير مصالحهم على حساب الشعب العراقي. وفي ظل هذه الظروف السياسية المتردية تعمل إيران على تشكيل مثلث الإرهاب على الأراضي العراقية من خلال ميليشيا الحشد الشعبي والPKK واستمرار دعمهم وتدريبهم في معسكرات خاصة واحتلالهم مناطق عراقية والتحكم بها كما يحدث في المناطق الحدودية مع دول الجوار السورية. وكشف مؤخراً عن نفق طوله 12 كيلومتر من سنجار إلى منطقة الهول السورية تستطيع السيارات المرور من خلاله، يستخدم لنقل السلاح والميليشيات والمخدرات والتهريب لصالح إيران مما يقوض السلام والأمن. يقول الكاتب سمير داود حنوش: ها هو العراق بعد أكثر من 19 عاماً من الاحتلال وفقدان السيادة إلى تنامي ثقافة الفساد التي تحدث عنها رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري. اليوم في العراق يجد المواطن نفسه أسيراً للجوع والحرمان والتخلف والفساد الذي يمارس عليه، وتتقاذفه أمواج البطالة والفقر، وهو يرى ثروات بلاده وخيراته تنهب وتسرق دون أن يجد من يقول لهؤلاء كفى سرقات. ترى كيف ستكون ردود أفعال أرباب السلطة في العراق فيما إذا خرج إلى ساحات التظاهر 11 مليون أو حتى نصفهم من الذين أعلنت وزارة العمل العراقية في نهاية شهر آذار مايو 2022 أنهم يعيشون تحت خط الفقر ولا يملكون مصدراً حقيقياً وثابتاً للدخل؟ وهل تكون المنشورات التي عثر عليها في شوارع بغداد وبعض المحافظات العراقية الأخرى بعنوان التغيير قادم والبديل قادم مقدمات أو إيحاءات لبداية ثورة الخبز التي ستطيح بأركان المعبد السياسي على رؤوس كهنته، خصوصا مع ذلك الفائض النقدي الذي هبط على البلد من جراء ارتفاع أسعار النفط عالميا وتوقعات وزارة المالية ارتفاع احتياطيات العراق النقدية لأكثر من 90 مليار دولار نهاية العام 2022؟
فيما بلغت الإيرادات النفطية خلال شهر آيار الماضي أكثر من 11 مليار ونصف، وهو رقم فاحش من الإيرادات لم يحققها العراق طيلة الأعوام السابقة التي مضت، ما يعادل موازنة بعض دول الجوار مثل المملكة الأردنية الهاشمية أو حتى سوريا، في الوقت الذي لا زال المواطن المتعثر في حياته ورزقه يبحث عن حبة الباراسيتامول في المستشفيات الحكومية وعن الماء الصالح للشرب وعن الكهرباء التي غابت في أروقة الفساد. بل لقد أصبح من أكبر هموم الشاب العراقي أن يجد له وظيفة تعينه على عاديات الزمن في دوامة ذلك التجاهل الحكومي والمراهنة على صبر الصابرين والتغاضي والسكوت عن مصير المليارات المنهوبة والعائمة وكيف صرفت أو تصرف وأين ذهبت، ولا حتى من يجيب رئيس الجمهورية برهم صالح عن سؤاله في مصير الألف مليار دولار التي ضاعت هباء منثورا في ظل منظومة النهب والسرقة المنظمة منذ عام 2003 ولغاية الآن. قال الكاتب البريطاني بيتر أوبورن إن الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة ذائعة الصيت، وإذا أخفقنا في تحقيق العدالة لها فلن تتحقق العدالة لأي صحفي فلسطيني أو لأي فلسطيني على الإطلاق. ولفت في مقاله المنشور في صحيفة ميدل إيست آي إلى أنه على الصحفيين الغربيين العمل على تحقيق العدالة لأبو عاقلة، وإلا فالكل متواطئ في مقتلها. وأشار إلى أن ثمة دروسا ينبغي علينا نحن معشر الصحفيين استلهامها من تجربة شيرين المهنية الرائعة، ألا وهي الكتابة عن الأحداث بدقة وصدق وسرد الحقائق كما هي دون ما تحريف، وعدم الاستسلام بتاتا وعدم المشي على قشور البيض. انضم اسم جديد إلى قائمة الذين قدموا اسم التضحيات وأزهقت أرواحهم في سبيل الصدع بالحق، إنه اسم شيرين أبو عاقلة التي يغلب الظن على أنها قضت برصاصة أطلقها عليها قناص إسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية في 11 من مايو آيار، وما لبثت جنازتها أن تعرضت بعد ذلك بيومين فقط، يومين اثنين، لفظ عنيف من قبل الشرطة الإسرائيلية التي اعتدت على جموع المشيعين في القدس الشرقية المحتلة. لم نذهب إلى هناك فقط لنرثي شيرين أبو عاقلة ونحيي ذكراها، وقف الحضور دقيقة صمت حدادا على أرواح جميع من ماتوا وهم يغطون أحداث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ومن بين هؤلاء يوسف أبو حسين الذي قتل في غارة إسرائيلية العام الماضي، وياسر مرتضى الذي قتل بينما كان يغطي الاحتجاجات في غزة في عام 2018، وهكذا وهكذا. كان من بين الحاضرين في الجمهور الصحفي دينكن كامبل وزوجته، الممثلة جولي كريستي، وأربعة من أعضاء البرلمان، وزعيم حزب العمال الأسبق جيرمي كوربن وجون ماكدونيل وتومي شيبارد وكلوديا ويب. أخبرتني كوينتون أنها دعت عدداً كبيراً من أعضاء البرلمان عن حزب المحافظين، ولكن لم يكن أحد منهم بين الحضور. وقالت إنها دعت وزيرة الخارجية ليز تراس ولكن لم تتلقى منها رداً، كما دعت العديد من أعضاء حكومة الظل العملية ولكن لم يأتي أي منهم لحضور المراسم. كانت شيرين أبو عاقلة مراسلة ذائعة الصيت تعمل في مؤسسة إعلامية عالمية مرموقة. إذا أخفقنا في تحقيق العدالة لها فلن تتحقق العدالة لأي صحفي فلسطيني أو لأي فلسطيني على الإطلاق. وأخيراً أقول إنه إذا لم يسعى الصحفيون الغربيون في سبيل تحقيق العدالة لشيرين أبو عاقلة فنحن متواطئون في جريمة قتلها. نشر موقع The Intercept تحقيقاً حصرياً عن برامج سرية للبنتاغون لشن حروب بالوكالة في مصر ومالي وتونس وليبيا وأماكن أخرى. وقال الموقع
إن وثائق ومقابلات تكشف عن مجال ومنظور العمليات السرية التي تحمل اسم 127 إي. وكشف التقرير أن فريقا صغيرا من قوات العمليات الخاصة الأمريكية يخوض حربا بالوكالة وعلى وتيرة منخفضة، ولكن على قاعدة أوسع مما تم تصوره في الماضي. وكان الموقع وعدد من المؤسسات الإعلامية قد كشف عن استخدام البرامج في عدد من الدول الأفريقية. التحقيق يكشف عن برامج سرية للبنتاغون لشن حروب بالوكالة في مصر ومالي وتونس وليبيا وأماكن أخرى. وفي الوقت نفسه أكد الجنرال المتقاعد جوزيف فوتل الذي قاد قوات العمليات الخاصة والقيادة المركزية في الشرق الأوسط وجود جهود لمكافحة الإرهاب ضمن 127 إي في سوريا ومصر ولبنان واليمن. وقال مسؤول دفاعي سابق طلب عدم الكشف عن اسمه، مؤكدا وجود نسخة من 127 إي في العراق، وأطلق على برنامج 127 إي في تونس اسم برج أوبسيديان أو الزجاج البركاني، والذي لم يعترف به البنتاغون أو ظهر ضمن صلاحيات برامج 127 إي، إلا أنه قاد لمشاركة القوات الأمريكية مع جماعات وكيلة محلية في عام 2017 حسب مجموعة من الوثائق التي حصل عليها الموقع. وتكشف وثيقة ثالثة رغم تضليل بعض محتوياتها وحصل عليها الموقع ملامح البرنامج، بما في ذلك استخدام الصلاحية للوصول إلى مناطق غير متاحة حول العالم. وفي المجموع تقدم الوثائق صورة مفصلة عن صلاحية تمويل غامضة تسمح لقوات الكوماندوز الأمريكية القيام بعمليات مكافحة الإرهاب مع وإلى جانب وعبر قوات أجنبية غير نظامية أو قوات شريكة حول العالم، ولا يعرف الكثير عن المهام وأماكنها والأهداف ولا القوات الأجنبية التي اعتمدت عليها القوات الأمريكية حتى لأعضاء اللجان الرئيسية في الكونغرس أو المسؤولين المهمين بوزارة الخارجية. قال المعلق في صحيفة أوبزيرفر سايمون تيزدال إن الرئيس الأمريكي يعود إلى رمال الشرق الأوسط المتحركة. وقال تيزدال في كل أنحاء الشرق الأوسط تتحرك ساحات المعركة، تحالفات جديدة تخفف من العداوات القديمة، وحسابات جديدة فيما يخص المزايا الوطنية، وأولويات صاعدة ومحاولات دبلوماسية حذرة لبناء الجسور تدفعها آمال السلام الحذرة وعلى كل الجبهات. إلا أن التغير الذي يدفعه الخوف عادة ما تكون جذوره ضحلة، والخوف للإيمان في رؤية واسعة هو ما يتخلل الفضاء المتنافس عليه. والسياق كما هو الحال دائماً الصراع العظيم على السلطة بين روسيا عدوانية وصين توسعية والولايات المتحدة المصممة على العودة إلى اللعبة. إن إعادة الاصطفاف الأمني والاقتصادي المتزايد بين إسرائيل ودول عربية هو من أهم التحولات المدهشة. وأكد بيني غانس وزير الدفاع الإسرائيلي إنشاء تحالف إقليمي دفاعي يهدف لردع الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية. وقدم الهجوم الروسي على أوكرانيا سياقاً مهماً، فسيضغط بايدن على السعوديين وبقية منتجي النفط في المنطقة لزيادة معدلات إنتاجه والمساعدة في تخفيف أزمة الطاقة العالمية وتخفيض واردات النفط الروسية. ولكنه واع بشكل أهم لتحدياته الخارجية الكبرى، احتواء الصين روسيا وحليفتها النفطية إيران. وقال كينيث روث من هيومان رايتس ووتش محذرا لو خفض بايدن الحرب في أوكرانيا إلى نزاع جيوسياسي فسيرقص مستبدو العالم فرحا، وسيقولون أن الديمقراطيات تعلن عن قيمها ومن ثم تبيعها القيم، يقصد من أجل ناقلات رخيصة من الغاز. ويرى تيزدال أن الزيارة ستترك تبعات كبيرة على كل من اليمن وسوريا،
فإنهاء الحرب في اليمن التي أنتجت أسوأ كارثة في العالم يعتبر هدفاً رئيساً لبايدن. تعد الدول الغربية نفسها وصية على رواية التجربة الإنسانية العالمية، متجاهلة الجذور الاستعمارية لها والتي جعلتها تفرض رؤيتها ووجهة نظرها على تلك التجربة، ومحاولة محو وتشويه مشاركات الأمم والحضارات الأخرى في تلك التجربة، خصوصا مشاركة الأمتين العربية والإسلامية. وفي مقال للكاتب ضرار علي نشره موقع TRT وورد، قال فيه إنه بعد وقت قصير من الغزو الأمريكي البريطاني للعراق كان يزور معرضاً جميلاً أقيم في متحف فيكتوريا وألبرت في لندن عام 2003، متعجباً كيف يتعرض العراق وهو واحد من أقدم الحضارات المستمرة منذ فجر التاريخ البشري للقصف، فيما كان الأمريكيون والأوروبيون يتجولون في المتاحف مسحورين بما تعرضه تلك المتاحف من تاريخ غني للعراق. في تاريخ تأسيس المتحف ذاته، فعندما افتتح عام 1735 كان يضم مجموعة من 71 ألف قطعة فقط، لكنه على مدى 250 عاماً بعد ذلك وسع مجموعته إلى 8 ملايين قطعة أثرية جمعها خلال الحقبة الاستعمارية، جعلته يفتتح العديد من الفروع، خاصة أنه يضم عدداً من أشهر القطع في العالم التي يوجد عليها نزاع كبير، مثل رخامات إلجين اليونانية وحجر رشيد المصري، فيما يؤكد الكاتب أن ذلك التأريخ هو رمز للنصر الإمبراطوري المستمر حتى الآن. واستعرض الكاتب تأريخ عدد من المتاحف الأوروبية الأخرى التي نهجت نفس النهج، مبيناً أن هذه المتاحف كلها أنشئت وازدهرت في ظل التوسع العالمي للاستعمار، والذي اعتمد على إنشاء الوسائل المختلفة من أجل الحصول على القطع الفنية والتحف والمصنوعات اليدوية المسروقة من الحفريات الأثرية والأماكن ذات الأهمية التاريخية أو الدينية والمخطوطات النادرة والقيمة، وحتى الرفات البشرية، معتمدة على ترسيخ المبدأ القائل خذ ما تستطيع بأي وسيلة ضرورية. ويرى الكاتب أنه منذ اللحظة التي وطأت فيها قدم نابليون مصر في عام 1798 واحتل العالم العربي وبالتالي العالم الإسلامي مركز الصدارة في الخيال الأوروبي، حيث بدأ الأوروبيون في محاولة لفهم مكانهم في تاريخ العالم في بناء نماذج أصلية سلبية للمسلمين، وهي الظاهرة التي عرفت بعد ذلك بالاستشراق، والتي أدت إلى إطلاق العديد من الحركات، بحيث أصبح جمع وعرض الأشياء من العالم الإسلامي استراتيجية رئيسة في تشكيل وإعادة تشكيل الخيال الغربي. أفصحت وزارة الصحة الاتحادية عن التحديات التي يواجهها النظام الصحي في البلاد بالتزامن مع ارتفاع إصابات كورونا وانتشار الحمى النزفية والكوليرا. وقالت مديرة مركز السيطرة على الأمراض الانتقالية بالوزارة سنان غازي لوسائل إعلام حكومية إن تسجيل معظم المحافظات إصابات بالحمى النزفية وفق نتائج مختبرية مؤكدة وضع النظام الصحي أمام تحد كبير بوجود أكثر من وباء في البلاد في وقت واحد. وأوضحت أن كورونا والكوليرا والحمى النزفية أرهقت الملاكات الصحية من خلال متابعة الإصابات وعلاج المرضى وتنفيذ الإجراءات الوقائية. وأشارت غازي إلى أهمية الحذر من اتساع الحمى النزفية خلال العيد بسبب كثرة الأضاحي، إذ ينبغي اتباع التعليمات وتنفيذها بشكل صحيح من ناحية تحديد القصابين لأماكن الذبح وارتداء الملابس الواقية ورفع المخلفات في أكياس النفايات وتخصيص محرقة للتخلص منها. وللكاريكاتير أسلوبه الخاص في متابعة الواقع.
وفي الختام أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.